القانون بيلزمك انه تكون جزء من لائحه، ما فيك تترشح مستقل او منفرد. اذا حدا تضرر هو انا، الارجح اني كنت افضل ما اترشح. ما في شيء محسوم ومش بالضروره اترشح. اذا ما قادر اكون جزء من هذا التغيير مش ضروري يكون بهذا الموقع. الكرسي متعبه القعده عليها اكثر من الوقوف. ندمان؟ عملت دعسه ناقصه يمكن؟ لا مش ندمان، لانه اخذت كمان شرعيه شعبيه كبيره. مبسوط انا انه ما كنت جزء من هذه التركيبه.